السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كي دارت صحيحتكم؟ نتمنى ان شاء الله امركم تكون يا ربي بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا هذا الفيديو نتمنى تكون صحيحتكم مزيانه وليداتكم، ونتمنى تكون النفسيه ديالكم حتى هي مزيانه. حاولوا تحيدوا الخوف منكم، اول حاجه هي نهتموا بالنظافه هي اهم حاجه، ونجلسوا في ديورنا ان شاء الله راه ما غادي تصيبنا حتى شي حاجه، ونذكروا الله ونكثروا من الصلاه كيف ما تنقول لكم، والاستغفار وراه ربي رحيم بينا، ربي راه كبير ومطلع على كل واحد. المهم اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الشوربه اللي تتجيب بزرع مهرس ولا هربل، حنا بالنسبه تنقولوا حنا هربل ولا القمح مدقدق. المهم انا غادي نشاركها معكم ان شاء الله، اللي تتجيب صراحه زوينه بزاف وصحيه. انتما كيف ما تشوفوا تتجي خاتره، ده هو الشكل ديالها، مكونات بسيطه انتما كيف ما تشوفوا. نجيب المعلقه نوريكم انتما البنات، شوفوا كيف تتجي. هذا هو الشكل ديال الزرع ديالنا ولا القمح المفروم بالنسبه للاخوات، وبالنسبه للمغربيه تبارك الله راه عارفينه هو هربل، تنقولوا له حنا هربل ولا الزرع. تيجي لذيذ بزاف بواحد المذاق وبواحد العشبه اللي صحيه، وغادي تزيدنا المناعه ان شاء الله وتحمينا من الوباء ان شاء الله باذن الله. المهم البنات غنمشيو نشوفوا الطريقه باش غادي نخدموها، ونتمنى انها تعجبكم وتردوا عليا في لي كومونتير. يلا نمشيو نبداو على بركه الله. انتما البنات كما قلت لكم غادي نحتاجوا هكا هربل اللي هو الزرع ولا القمح المفروم، انتما زرع هكا حنا تنقولوا له هربل هنايا في المغرب، وبالنسبه للاخوات القمح المفروم انتما كما تتشوفوا انا نقيته بالنسبه للكميه، الكميه اللي بغيتو انتما صراحه تجي وجبه زوينه وصحيه. انا نقيته وغادي نقعه هنا في الماء وغادي نخليه منقوع، ومن بعد نجي نتلاقى معكم باش نكملوا المراحل. هانتوما البنات كما تشوفوا انا درته في الماء، غنخليه حتى يرطب ليا واحد ربع ساعه، الماء غير بارد غنخليه يرطب واحد ربع ساعه ونعاود نتلاقى معكم باش نديرو ان شاء الله يطيب. هانتوما البنات من بعد ما دازت ربع ساعه وانا مرطباه في الماء، غنحتاج هنا عندي زيت الزيتون وغنحتاج الحليب، وعندي هنايا عويده ديال القرنفل ولا عذر النوار، يمكن لكم تعوضهم بالقرفه اللي ما تيبغيش، ولكن القرنفل المذاق ديالو زوين وراكم عارفين المنافع اللي فيه. وعندي هنايا الملحه على حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، والرز المعلقه واحد شويه انتما كيف ما تشوفوا غير شويه ديال البزار. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو، والماء. انا غادي نمشي نصفي دابا هاد الزرع ديالي، غنصفيه ونعاود نشلو ونتلاقى معكم. انتما البنات انا غادي نشعل على الكوكوط ولا اي طنجره عندكم ثقيله، ومن الاحسن الكوكوط باش تسدو عليه ما تاخذش الوقت دغيا دغيا تيطيب. غادي ندير الزرع كما تشوفوا، راني عاود توصلته وخليته تقطر صافا، تجي هاد بحال شكل الشوربه تجي لذيذه بزاف. وغندير القرنفل كما قلت لكم يمكن لكم تعوضوا بالقرفه، وغندير التوابل البزار والملحه. ما بغيتش نقول لكم شحال ديال التوابل، انا ما عرفتش على حسب كل واحد الكميه اللي غيبغي يستعمل. وغادي نوضع زيت الزيتون، نطيبوه غير بزيت الزيتون بوحدها، وغادي نخوي عليه الماء غليان مقياس اللي غيطيب ليا فيه كما تشوفوا. تيجي زوين والمذاق ديالو حتى هو تيجي لذيذ، تيجي خاطر ان شاء الله. نتوما تبقاو معايا حتى نوريكم الشكل ديالو. صافي غادي نحرك دابا كما تشوفوا، وغنسد عليه الطنجره حتى يتشرب ليا هذا الماء، ونشوف الا طاب ليا ما غاديش نزيد الماء، غنزيد غير داك الحليب اللي عندي كان باقي، غنعاود نزيدو الماء ونسد عليه. صافي البنات انا غادي نسد عليه حتى يطيب ونعاود نتلاقى معكم. هانتوما البنات كيف ما تشوفوا، شوفوا راه شربت داك الماء وزدتها كاس، وحتى هو شربت وراه طاب ليا دابا الزرع. هانتوما شوفوا كيف تيولي، تيولي رطوب. دابا غادي نضيف داك الحليب، وبالنسبه للملح الا شفتوها ناقصه نتوما راه تيبقى لكم، تتبقى لكم نتوما الرغبه. نتوما كيف ما تشوف انا هنا درت نسطرو ديال الحليب، حيت هنا دايره زلافه اونص بالنسبه ليها تسولني، راه زلافه اونص ديال الهربل. صافي البنات نخلي هاد الحليب هذا هي غيغلى واحد شويه صافي، وغتعقد وغادي نضفي عليها. نتوما راه ساهله، هذا هو الشكل ديالها كيف تتجي، والريحه ديالها زوينه وحتى المذاق نتوما لذيذه بديك الزيت الزيتون والقرنفل. نتمنى تعجبكم. صافي نخليها تطبخ واحد شويه ونعاود نتلاقى معكم.
ها نتوما البنات في هذه المرحله هذه اللي درت الحليب، ها نتوما كيف ما تتشوفوا ها هو تيغلي. الا بغيتوا ها نتوما دابا هنا نتوما تتحكموا فيها، بغيتوها تجيكم خاطره تتخليوا هذا الحليب هذا حتى تيشرب، بغيتوا الشوربه هذه ديالكم تجيكم خفيفه تتخليوها تغلي هي واحد الخمسة ديال الدقائق وتضيفوا عليها البوطه. هذه هي الشوربه ديالنا، انا غادي نديرها لكم ان شاء الله في واحد الزليفه باش تشوفوا الشكل ديالها. كيف ما قلت لكم بغيتوها خفيفه تتغلى خمسة دقائق وتحيدوها، بغيتوها خاطره تتخليوها حتى تتعقد مزيان، وهي راه ما حتى تتبرد وهو داك الزرع تيزيد سبحان الله العظيم تيشرب وتتعقد الراس. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الهربل ديالنا ولا الشوربه ديالنا ديال القمح اللي قلت لكم تجي صحيه وغتعجبكم ان شاء الله الا جربتوها وتردوا عليا. بالنسبه الشكل ديالها نتوما كما قلت لكم راه تجي خاطره، اللي بغاها تجي هكا خاطره وثقيله يخليها حتى تشرب داك الحليب، واللي بغاها تجي خفيفه الشوربه ديالها خفيفه يخليها خمسة دقائق فاش يخوي الحليب ويطفي عليها. بالنسبه للكميه راه نتوما تتحكموا على حسب عدد الاسره. بالنسبه انا ما تنديرش فيها السكر، تنزيد فيها هي هكا ثمن معلقه صغيره ديال زيت الزيتون. وبالنسبه اللي بغا تيبغيها حلوه هانتوما كيف ما تتشوفوا، واللي تيبغيها حلوه يستعمل فيها، من الاحسن يكون عسل طبيعي باش نحافظوا على المكونات اللي فيها وناخذوا شي حاجه صحيه. راكم عارفين الوليدات ما تيبغيوش هادشي ياخذوه بلا سكر، ديروا لهم هكا العسل. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، صراحه راه صحيه وبنينه بزاف بزاف، نتمنى تفيدكم ولا عجبتكم ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاصحاب، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله والله يرفع علينا البلاء يا ربي وتغفر لنا وترحمنا. السلام عليكم البنات.